مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، نجدد الترحاب بكم إلى هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة، وحديثنا عن أسرار الكون والنجوم. نريد وإياكم أن نتأمل ونتدبر ونتفكر في خلق هذا الكون العظيم. الله سبحانه وتعالى له كتابان، كتاب مقروء وكتاب منظور. أما الكتاب المقروء فهو القرآن الكريم الذي اشتمل على كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب الثاني المنظور وهو هذا الكون الفسيح بما فيه من أراضين وسماوات وأفلاك ونجوم. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع أيها الأحباب الكرام؟ لأنه كما لا يخفى على كريم علمكم أن هذه الأيام البشرية كانت شاهدة على تقدم علمي مدهش يتعلق الأمر بتلسكوب جيمس ويب الذي تم وضعه في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلاله تعرفنا على صور جديدة لحقيقة هذا الكون الفسيح الذي نعيش فيه. نحن جميعا نتابع أخبار العالم، وأخبار العالم في هذه الفترة كلها تتحدث عن الأزمات، أزمات يعاني منها المجتمع الدولي. هناك حروب مدمرة، وهناك جائحة الكورونا كل مرة تلبس ثوبا جديدا، وهناك غلاء المعيشة وغلاء الأسعار يضرب الكثير من دول العالم. في خضم هذه المعاناة التي جعلت الناس يتساءلون لماذا كل هذه الظروف الصعبة، حرائق وحرارة مرتفعة وظروف صعبة، الناس وكأن الله تعالى يرسل إلينا شاهدا في هذا العصر ليفسح لنا ويبين لنا حقيقة هذا الكون، ومن خلاله نتعرف عن حقيقة الخالق المدبر. وبالتالي أهل الإيمان واليقين يسيرون نحو التمسك بدينه وبشريعته وعقيدته. الكل من المهتمين خصوصا بعالم النجوم والأفلاك والفيزياء والكيمياء وغيرها، الكل صار مندهشا بالصور التي جاء بها هذا التلسكوب الجديد، لأنها صور التقطتها للنجوم والكواكب تعود إلى مليارات السنين إلى الوراء، قامت برصد الكون العميق. ولعل الجميع تابع لحظة وجودي، حتى إن الرئيس الأمريكي بنفسه كان مندهشا وكان يعبر عن نشوته بهذا الاختراع. حقيقة إنه اكتشاف يدل على عقلية بشرية متقدمة بجهود تمت بعشرات المليارات من الدولارات، ولكن في الأخير توصلنا إلى الصورة الحقيقية للكون. وسبحان الله، لقد تبين بأن ما يجري تصويره هو مثل حبة رمل واحدة من حبات الرمل في السماء. ومن خلال هذه الصورة تبين حقيقة وحجم الكرة الأرضية. الكرة الأرضية التي تقلنا جميعا ونحسبها أنها أكبر شيء في الوجود، هي لا تمثل إلا مثل ذرة واحدة في الرمال، لا تمثل إلا مثل بروتون في الذرة وسط هذا الكون. نحن
جد صغار 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 إلى اللا متناهي، لأن الكون كبير 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 إلى حد لا متناهي، وهذا معناه الله أكبر، هذا معناه وما قدر الله حق قدره. الناس يتأملون حول هذا الكون ويريدون أن يعرفوا حقيقة أمره، كل مرة تظهر مفاجآت، يتساءلون ماذا يوجد في بقية الكواكب الأخرى البعيدة والمترامية والأكبر من حجم كوكبنا الشمسي ومجموعتنا الشمسية بمليارات المرات. إنهم يعتقدون ربما أنها أيضا يسكن فيها أشخاص آخرون، ربما فيها بشرية أخرى، مخلوقات أخرى، الكل يخمن ويدبر. وسبحان الله، منذ سنتين تم اكتشاف أن ولوحظ أن هناك مركبة فضائية جاءت إلى الشمس تتزود بالطاقة، وهذا جعل الناس يظنون بأن الكواكب الأخرى فيها مخلوقات مثل مخلوقاتنا، وهؤلاء المخلوقات ما عندهم أزمة مياه كما عندنا نحن، عندهم أزمة طاقة وأزمة حرارة، فجاءوا إلى الكوكب الشمسي يتزودون بالطاقة ثم غادروا إلى جهة غير معلومة في هذا الكون الفسيح. كذلك تبين اكتشاف وجود أجسام طائرة في الفضاء وفي المحيطات ليست من صنع البشر، أجسام طائرة قوية جدا تسير بقوة الضوء ويسيرها ذكاء خارق. كل هذا جعل الناس يعتبرون بأن الكون فيه أشياء أخرى غريبة وخفية عنا. البشرية لها أحلام منذ زمان تريد أن تبحث عن حقائق هذا الكون الكبير، وكلما اكتشفنا شيئا إلا وتزداد الأسئلة المحيرة. لكن الاكتشاف الذي تم التعرف عليه مؤخرا بصورة حقيقية للكون الذي يتوفر على مليارات المليارات من الكواكب ومن المجرات ومن النجوم، وتبين بأن الكرة الأرضية التي تقلنا إن هي إلا حجم صغير، كل هذا جعل الكثير من المفكرين ومن الباحثين يدلون بآرائهم. فرأينا ثقافات وديانات كثيرة تتفاعل مع هذا الحدث من زوايا مختلفة ومتنوعة. كل هذه الأشياء في ظل هذه المؤشرات القوية تدل على أن البشرية سوف تنتظر أحداثا عظيمة في المستقبل، وقد نتحدث في مستقبلنا عن لقاء حضارات فضائية. نحن اليوم نتحدث عن حوار الحضارات وحوار الديانات، ربما قد يأتي يوم فرضية لقاء الحضارات الفضائية. فهذا البشرية الآن تقوم بمجهود كبير، ولكن يبدو بأن الجانب السلبي في غزو الفضاء هو المحاولات الأحادية للدول. نلاحظ بأن هناك منافسة بين الدول الغربية من جهة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ومن جهة ثانية منافسة للصين وكذلك لروسيا، وأيضا هناك الهند، مجموعة من الدول كل منها تعمل من أجل اكتشاف ومن أجل البحث عن حقائق الفضاء وغزو الفضاء. الجانب السلبي هو أن كل دولة تعمل لمفردها، هي محاولات أحادية. ولو أن البشرية جميعا تجمعت، تصور لو تجمعت قوة الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي مع قوة الصين مع قوة روسيا مع قوة الهند، وأيضا العالم العربي والإسلامي يبذل جهده، لكنا قد توصلنا إلى حقائق كثيرة ومتعددة. لكن المهم في كل هذا ما هو؟ هذا الخبر العلمي الذي يبين لنا قوة الكون وعظمة الكون. بعض الناس قد يظنون أن ذلك هي الطبيعة، يقولون الطبيعة هي خلقت نفسها بنفسها ونحن مخلوقات طبيعية، وطبعا هذا فكر ليس علمي وإنما هو فكر إلحادي، فكر قديم أقامه الزنادقة والمشركون والملاحدة، يظنون بأن الطبيعة هي خلقت نفسها بنفسها وفيها تفاعلات كيميائية، وهي بالتالي فيها نيزك من النيازك السابحة في الفضاء الذي له القابلية للنشوء والارتقاء. وهذا
يجعل الإنسان لا ينتبه إلى حقيقة هذه الاكتشاف. المجتمع الإسلامي يبقى هو الرائد رغم أنه متأخر علميا في هذه الكشوفات، لكنه متقدم في الهدى وفي نور الإيمان، لأن هذا الخبر العلمي يأخذنا إلى عدة نتائج. أولها أن الكون هو أكبر بكثير مما كان يتصور العلماء. كلما تصور العلماء في الفضاء أنهم وصلوا إلى حافة الكون، يكتشفون نجوما جديدة وكواكب عظيمة تجعلهم يعتقدون بأن الكون أكبر وأكبر وأكبر. وسبحان الله، ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علماء الفضاء يقولون بأن هذا الانفجار وقع قبل بلايين السنين، ليس ملايين، بلايين السنين، ولم يصلنا ضوء هذا الانفجار ولم نعلم به إلا مؤخرا. بمعنى أن الناس العلماء يقيسون حجم الكون، الكون كبير حتى لا يمكن تصوره بملايير السنوات الضوئية. والانفجارات التي وقعت، العلماء لا يعلمون أين الآن يقع هذا النجم، فقط نحن وصلنا فقط ضوءه، أما هو أين صار لا يعلم ذلك إلا الله. وهذا يؤكد بأن المواقع الحقيقية للنجوم لا يعلمها إلا خالقها سبحانه. ولهذا ربنا أقسم في كتابه العزيز فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. الإسلام يتجلى في عصرنا هذا، ويتجلى ويؤكد بأن كتاب الله القرآن العظيم فعلا هو وحي من السماء. هذه الآية وحدها لا يمكن لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رجل أمي عربي يعيش في منطقة صحراوية ولم يكن على دراية بالعلم، كيف يقول هذا الكلام الذي ينطبق مع الكشوفات العلمية التي تم التوصل إليها مؤخرا؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تكلم ربنا عن مواقع النجوم وليس النجوم، لم يقل فلا أقسم بالنجوم لأنها بعيدة، بل مواقعها. هذا الذي وصلنا الآن بهذا الاكتشاف العظيم، توصلنا فقط إلى معرفة مواقع النجوم. ثم ربنا يحدثنا بأن هذه النجوم بعضها قد ينهار وبعضها يتوالد ويكبر وبعضها يندثر، حقيقة انهيار النجوم. ولم يكن يعلم أحد بأن هذه النجوم تنهار، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن الكريم يؤكد بأن النجوم تنهار وتهوى وتندثر، وهذا ما ثبت علميا الآن بأن هناك نجوم تتوالد ونجوم تندثر. إنها آية كونية جميلة، يقول عنها العلماء إنها أجمل الظواهر الكونية في الفضاء الخارجي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم أي محمد، محمد ما جاء به من قرآن عظيم ومن سنة نبوية شريفة إنما هي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لاحظوا أيها الأحبة الكرام كيف يربط الله تعالى بين أسرار الكون والنجوم وبين حقيقة القرآن العظيم وصدق السنة النبوية وصدق الرسالة المحمدية. كلما اطلعنا على آيات الأسرار الكونية في القرآن إلا ونفاجأ بأن هناك ظواهر كونية غاية في الجمال تزين وتؤتت الفضاء الخارجي، وقد أقسم بها الله تعالى كثيرا. منها مثلا ما قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. ربنا يتحدث عن الطارق. ما هو الطارق؟ نجم من أنواع النجوم، تعرف عليه الآن هذا التلسكوب، إنه نجم يسير بقوة الضوء، سماه القرآن النجم الثاقب، أنه يسير بسرعة فائقة
ليؤكد ربنا إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني النفس البشرية عليها حافظ يحفظها من السوء وأيضا يحصي عليها أعمالها. نحن المؤمنين علينا أن نقرأ هذا الخبر العلمي الذي سمعناه الآن وتحدث عنه كل وسائل الأخبار والإعلام العالمي. لا يمكن أن نقرأ مجرد قراءة علمية عادية، ينبغي أن نقرأه قراءة علمية إيمانية، علمية إيمانية، نستفيد من هذه الأخبار في تطوير مداركنا وتوسيع فهمنا لهذا الكون، ليس من باب حب المعرفة والاستطلاع فحسب، لا، لأن الله تعالى أمرنا، الله عز وجل أمرنا بأن نتأمل في الكون، وأمرنا أن نتعمق في البحث عن أسراره لنزداد إيمانا ويقينا. كلما عرفنا عظمة هذا الكون تعرفنا إلى الخالق الذي خلقه وأبدعه وصوره ونظمه وقد بناه بناء عظيما، حتى سمعنا خبراء في الفيزياء يتحدثون عن المهندس الذكي، قالوا بأن الكون فيه هندسة دقيقة جدا وأن المهندس كان ذكيا للغاية. ومن هو هذا المهندس؟ هل هي الصدفة؟ هل هي الطبيعة؟ كلا، بل هو الخالق عز وجل الذي أرسل إلينا الأنبياء والمرسلين وجاء بالكتب المقدسة ليؤكد هذه الحقائق العلمية. انظروا ماذا يقول القرآن العظيم، يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ربنا يأمرنا بالنظر، انظروا يا عباد الله لكي تتعرفوا على حقيقة الخالق وعلى حقيقة الأديان، ولكي لا تكونوا في غفلة عن أمور دينكم وتبقوا في إطار ضيق من الدنيا قليل. انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا، حققوا وتفكروا وتدبروا. ولكن ربنا يقول: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هناك قوم لا يؤمنون، هذا لا يهمهم في شيء، يعتبرونه مجرد كشف علمي وحقائق علمية وحسب. القرآن العظيم يحكي لنا بأن هذا الحوار وهذا الجدال حول حقيقة الكون ليس حديثا، إنه قديم قدم البشرية. لا تظنوا أيها الأحبة الكرام بأن هذا التفكير العلمي وهذا التفكير المبني على التأمل والتدبر أنه حديث الآن خاص بالإنسان المعاصر، كلا، إن البشرية منذ زمان، منذ سنين، منذ أعوام كانت تعاني من هذا الجدل. القرآن العظيم يحكي لنا حوار بين نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وما بين ذلك المتسلط الذي يسمى بالنمرود والذي ادعى الألوهية والذي أنكر الوجود. هذا أنكر وجود الخالق للكون وأنكر حقيقة الكونية ثابتة وهي أن الله يحيي ويميت. فلما كان الحوار بينه وبين إبراهيم الخليل، سيدنا إبراهيم سوف يعرض عليه حقيقة علمية ثانية، هو ادعى بأنه يحيي ويميت، فكان يأتي بالعبيد يقول: هذا سوف أحييه وهذا سوف أميته. فقاله إبراهيم الخليل: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هي قصة طويلة جدا، المقصود منها أيها الأحباب الكرام أن الحوار حول بلغة الحقائق العلمية كان قديما قدم البشرية. فمنذ عهد إبراهيم الخليل كان يجتمع مع قومه، فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، إلى أن قال: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. هذه تسمى لغة الحقائق العلمية، الحوار، ولا يمكن لأي ملحد أو غير متدين أن يصمد أمامها، كلها تدل على صدق الإيمان وصدق الأديان وصدق القرآن العظيم. إنها دقة علمية فائقة تشهد، أول ما تشهد هذا البحث العلمي الذي حضر إليه الرئيس الأمريكي وحضر إليه عدد كبير من خبراء العالم، إنه بالأساس يشهد على صدق القرآن الكريم وعلى أن القرآن الكريم كتاب أنزله
خالق هذا الكون ومبدع هذا الكون الذي قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، بشرى للمسلمين، فبشرى لنا نحن معشر الإسلام، بشرى لنا. فالمتأمل في هذا الكون كله يدل على صدق القرآن وعلى عظمة صاحب القرآن. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام في عجالة نتأمل مثلا في مطلع الشمس ومغيبها، نتأمل في الظل الممدود كيف ينقص بلطف ويزيد، نتأمل في هذه المجرات المنطلقة، في هذه الكواكب التي تزهم الفضاء وتخترق عباب السماء، معلقة لا تسقط، انظروا كيف هي سائرة لا تقف، لا تزيغ ولا تصطدم، كواكب، ملايير الكواكب في السماء تسير كل في مجراها، لا يمكن لكوكب أن يتخلف أو أنه ينام أو أنه يتكاسل، الكل يسير وفي طريقه وفي مساره، والكل معلق في السماء ولا يقع أي اصطدام بين هذه الكواكب، وهي أعظم من كوكبنا هذا بملايير المرات. الحق عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل. سبحان الله العظيم، كيف أنهم الكل يسير في مقامه، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بالله عليكم، هل هذا كلام بشر؟ هل يستطيع أي أديب وأي مفكر وأي صاحب بيان وأي صاحب علم أن يقول مثل هذا الكلام؟ أتعتقدون بأن محمد الذي كان راعي الغنم يقول هذا الكلام؟ حاشا، إنه كلام الربوبية، إنه كلام الألوهية. انظروا إلى هذا الكون، من الذي يسير أفلاكه؟ من الذي نظم مساره وأشرف على مداره؟ من الذي يمسك هذه الأجرام؟ من الذي يدبر أمرها؟ ربنا عز وجل في كتابه يقول قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله، لأن البعض ينظر إلى الطبيعة ويعتقد بالصدفة ويعتقد بأن الكون هو فيه تفاعلات بيولوجية وكيميائية وأن فيه نيازك سابحة في الفضاء وأن لها القابلية للنشوء والارتقاء والتوالد كما قال داروين في نظريته وغيره، كل هذا كلام فارغ وبعيد عن العلم، قالوا إنه إكسترا سينتيفيك، أنه لا علاقة له بالعلم. فالكل يشهد بأن هناك إله، وهذا الإله هو الذي خلق وهو الذي دبر وهو الذي أرسل الأنبياء والرسل وأنزل الكتب السماوية. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. تصوروا أن هذه الكواكب وهذه النجوم التي هي بالملايير يوما ما تهاوت وتساقطت ولم تبقى تسير في هذا العالم الغريب في عباب السماء، ما الذي يقع؟ إن الله تعالى هو الذي يمسكها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نحن الآن أيها الأحبة الكرام، نحن في كوكبنا الصغير الأرض، نحن في السماء، عبارة عن كرة معلقة في السماء، من الذي يمسكها؟ العلماء يقولون تمسكها الجاذبية، ونسأل من الذي خلق الجاذبية ومن الذي يحرك هذه الجاذبية؟ فالمنطق والعقل والفكر والواقع يؤكد بأن هناك فاعل، لأن كل فعل إلا وله فاعله، وهذا يدل على أنه يوجد خالق عظيم هو الذي أرسل لنا الكتب التي فيها العقائد والشرائع والأخلاق والقيم. فالتأمل في كل ذلك يحرك قلوبنا لأننا نرى خلقا عجيبا. يا سبحان الله، هذا معنى التسبيح، لما نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا تأمل في الكون لهذا الخلق العجيب. كلما تأملنا وتدبرنا نستشعر بعظمة الخالق تبارك وتعالى، وقد قال جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ولهذا قال علينا أن نكثر من التسبيح، نحن في هذا الاختراع، ليس فقط أن نصفق ونعلق النياشين للمخترعين ونقول لقد البشرية في الصين والهند وأمريكا وروسيا واكتشفوا
اكتشفوا غرائب وعجائب الكون. لا، بل علينا أن نسبح وعلينا أن نكبر وعلينا أن نمجد هذا الخالق. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك، علينا أن نبارك الله ونمجده ونسبحه. فالله تبارك وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، وضع الشمس أمام القمر على مسافة معينة، لو نقصت فازداد قربها من الأرض لأحترقت، ولو بعدت المسافة لعم الجليد والصقيع وجه الأرض وهلك الزرع والضرع. من الذي أقامها في مكانها؟ من الذي قدر بعدها لننعم بحرارة مناسبة تستمر معها الحياة والأحياء؟ صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ربما أيها الأحباب الكرام، هذا الأسبوع أو هذه بالأمس وقبل الأمس هذه يومين لاحظنا أخبارا على عبر وسائل الإعلام تقول أوروبا تحترق، بريطانيا تحترق، البرتغال تحترق، إسبانيا تحترق، فرنسا تحترق. السبب هو أن الحرارة في هذه البلدان تجاوزت 40. مثلا في لندن معلوم أن الحرارة لا تتجاوز 18 إلى 20 حتى في الصيف، في عز الصيف. بريطانيا معروف أن دائما فيها جو بارد، تسمى مدينة الغمام. ما عندهم مكيفات في بريطانيا، ما عندهم مكيفات لأن الوقت دائما عندهم حرارة جد منخفضة. تصوروا هذه يومين، هذه الأسبوع وصلت إلى أكثر من 40 درجة، فوقع احتراق، احترقت الحافلات في الطرقات، واحترقت المنازل الخشبية، واحترقت منتجعات سياحية، والناس كلهم يبكون يقولون بريطانيا تحترق. فرنسا وصلت إلى 42 درجة، وقع في احتراقات كثيرة. في البرتغال احتراقات كثيرة، في إسبانيا 1500 قتيل بسبب الاحتراقات. ونحن في المغرب في شماله الأسبوع الذي قبل هذا احترقت مجموعة غابات في شمال المغرب. لماذا كل هذا والعالم كله؟ العالم في روسيا، في الصين، في الهند، في برازيل، في أمريكا، في كل مكان هذه الاحتراقات، ما سببها؟ سببها ببساطة، من من يقول هناك ارتفاع نسبة المياه في البحر، من من يقول اقتراب الأرض من أشعة الشمس، وكأن الله تعالى يلفت انتباهنا، احذروا أيها المخلوقات، احذروا، ربكم يستطيع أن يقرب الأرض بضع مترات من الشمس فتزداد الحرارة ويقع الاحتراق، وممكن أن يديرها في الاتجاه الآخر فيقل المطر ويأتي الجفاف وتواجهون العطش. كل هذا هي ليس عقاب، وإنما هو تنبيه للغافلين. الله عز وجل ينبه الخلق، لأننا نسينا لماذا خلقنا أصلا. نحن لم نخلق لكي نتعالى ويتكبر بعضنا على بعض ونبقى في جدال وصراع. خلقنا أصلا من أجل أن نعبد الله، من أجل أن نمجده، من أجل أن نقول يا رب إن العطاء عطاؤك، والخلق خلقك، والأمر أمرك، ونحن عبادك. وأكرمنا سبحانه، وعدنا بالإكرام، وعدنا بأنه سوف يأتينا بالمطر في إبانه، وسوف يحفظنا من حر الشمس، ويحفظنا من الأوبئة، ويحفظنا من غلاء الأسعار، ويحفظنا من الحروب لإلاف قريش إلافهم، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لو اختل نظام هذا الكون قيد شعره، إنه سينهار بكل ما فيه ومن فيه. اعلموا أيها الأحباب الكرام، هذا الاكتشاف العلمي الذي وصلت إليه البشرية اليوم، علينا من خلاله أن نعرف بأن هذا الكون لو اختل نظامه قيد شعره، قيد أنملة، سينهار بكل ما فيه ومن فيه. ماذا لو تصادمت أفلاكه؟ ماذا لو تناثر ما في الفضاء من أجرامه؟ ماذا لو حجبت عنه عناية الله طرفة عين أو أقل من ذلك؟ إن البشرية ستهلك، ويهلك كل الحياة. ربنا قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. أحبابنا في الله، إن آيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها ولا تؤدي مفعولها إلا للقلوب الذاكرة، إلا لأصحاب الإيمان والنفوس الحية المؤمنة التي تنظر في الكون بعين التأمل والتدبر. ربنا له كتابان، كتاب مقروء وهو القرآن العظيم الذي علينا أن نهتم به، وكتاب منظور هو هذا الكون الذي أمرنا بأن ننظر إليه بعين التأمل والتدبر والتفكر.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لابد للبشرية أن تسجد لخالقها، لابد للبشرية أن تسلم أمرها لخالقها وتنقاد لعقيدته وشريعته. لكن غير المؤمنين لا ينظرون إلى ذلك، كما قال تعالى: هو عمي لا يتبصرون الآيات وهم يبصرونها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عافلون. هناك مخترعون وعلماء وفلاسفة كبار في لهم فضل السبق في هذا الاختراع والاكتشاف، لكنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن عن الغافل هم غافلون. وربنا يخبرنا أن للأسف هناك أقوام لن يستطيعوا أن يستسلموا ولا أن يؤمنوا، لأنها طبع على قلوبهم حتى ولو أعطاهم الله اكتشافات أخرى في الكون، كما قال عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إنهم يرفضون الانقياد إلى الوحي. الغاية يا أيها الأحبة الكرام من هذا الاكتشاف هو أن ننقاد إلى شريعة الله وأن نؤمن بعظمة الله ونمجد الخالق. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهنيئا للمؤمنين والمؤمنات، وبشرى لأمة الإسلام بهذا الاكتشاف، لأنه رغم أننا نحن لم نساهم في المركبات الفضائية والتلسكوبات، ولكننا أخذنا التمرة، أخذنا من هذا الاكتشاف، أخذنا منه الهدف والمقصد، وهو أننا نزداد إيمانا ويقينا، وهذا يجعلنا أننا من أولي الألباب الذين قال فيهم المولى عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله تعالى أيها الأحبة الكرام أن يرزقنا قوة الإيمان واليقين، وأسأل الله تعالى أن يهدي البشرية جمعاء ببركة هذا الاكتشاف، يهدي البشرية إلى الحق وإلى الهدى وإلى نور الإيمان. اللهم أمين. يا أحبتنا الكرام، نذكر الآن بأرقامنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم ونجيب عن أسئلتكم. مرحبا بكل المتدخلين. نبدأ أول مكالمة من إقليم صفرو مع أختنا للا داليا. حياكم الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمي الحاج، الله يطول عمرك وخليك لينا عمي. حياكم الله. السلام عمي، لاباس عليك. الو الو، السلام عليكم. عمي عافاك، انا كنعاني من اضطرابات نفسيه. الو الو، ربما الصوت ضعيف شيئا ما. الو عمي، داليا من سفرو، حياكم الله بنتي. الو عمي. الو. نعم بنتي، كنسمعك. عافاك عمي، انا عيانه شويه في النفسيه ديالي. اييه، وكنحس بوساوس قهريه عمي. لا اله الا الله. وعافاك عمي، بغيتك توجهني الله يخليك. اييه بنتي، طريق صحيح. اليوم تسمح لي نرسل شويه عمي. واحد المره بغيت نعاود لك. اييه كنت. نعم. نعم. يعني كانت الوالدة ديالي خطات، فهمتي؟ إيه. وكانت قالت لي واحد الخطيه زعما في اليد واحد حاجه، كنت انا. نعم. وخفت عمي بالي يجيني ديك الخطيه، وكنت وسوست بها بزاف ومرت.
أيه؟ وبغيت كيفك عمك ترشدني للطريق الصحيح. واخا بنتي بإذن الله، واخا بنتي حافظك الله ورعاك. بغيت نقول لك عمي أيه؟ اللي كتجيني وساويس في العودية، فهمت عمي؟ شحال شحال العمر ديالك يا بنتي داليا؟ شحال العمر ديالك؟ 17. الله يحفظك يا بنتي، الله يحفظك، الله يشافيك يا رب. يقول لي شي كلام الله يخليك عمي اللي يطمني فعلا. بعد شي ايام كنفكر في الانتحار، عييت عمي تقبيله. الله يحفظك يا بنتي، الله ينجيك يا ربي يا كريم، الله يحفظك يا بنتي. لا اله الا الله. جاي معايا الله يخليك ووجهني للطريق. الله يخليك انا عمي، يمكن ندير حتى شي حاجه اللي خايبه ولا اللي نخاف منها، ولكن انت باقا شابه صغيره بنتي، باقا شابه صغيره الحمد لله. الله يحفظك ويرعاك. لا اله الا الله. الله يطول عمرك ويخلي لك وليداتك عمي الحاج، الله يطول عمرك ويخليك لينا. بارك الله فيك بنتي داليا، شكرا لك، شكرا على التواصل ديالك داليا. وجهني شكرا. وجهني الله يخليك، وجهني الله يطول عمرك عمي. ولي شي كلام اللي يطمني، الله يطول عمرك. بارك الله فيك بنتي، بارك الله فيك، الله يحفظك ويرعاك. انا عند بصراحه ما بغيتش نمشي لشي طبيب نفساني، ولا انا مامن بان الطبيب هو الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله، ونعم الله بالله. عمرك. الله يحفظك بنتي. بصراحة ما كان لقيتش نفسي الله يسمح لي في الدعاء ولا في السكوت ولا في الهضرة، ما عييت صراحة عمي، ما لقيتش كنقدر على هذا الأمراض صراحة، توسوس بزاف. يا ربي نجيك يا ربي، يا ربي نجيك يا ربي بنتي. شكرا لك. الله يخليك. واخا بنتي داليا، شكرا لك بنتي داليا، بارك الله فيك، جزاك الله الف خير، جزاك الله الف خير، لا حول ولا قوه الا بالله. الساده المستمعين، هذه الشابه كما تعلمون 19 سنه سن المراهقه، وهو السن الحرج. هذا السن فيه المراهقه، المراهقه انواع. هناك مراهقه جسديه كتكون في الاول فتاه صغيره، ثم تصير امراه مع الحيض ومع بروز محاسنها فكتعود انفام. هذه اللحظه ديال المراهقه الجسديه الانسان كيوقع عليه تغير كبير، زائد المراهقه الفكريه في هذا السن كيوقع لنا مراهقه فكريه، الفكر ديالنا من غير الجسد اللي كتبان فيه ملامح الرجوله او الانوثه، الفكر ديالنا في هذا السن ديال المراهقه الفكريه كتعود عندنا واحد المدارك قويه، عندنا واحد النظره للحياه، واحد لا فيزيون، واحد معينه. ثم كيكون عندنا مراهقه روحيه، للانسان كيبدا الروح ديالو كتبدا تخرج من الفطره السليمه التي كان يرعاها الله، وكتعود ترعى الروح ديالنا، كترعى بحال كما ترعى البهائم، حتى هي كترعى وكتسبح وكتقلب. كاين اللي كتجي هذه المرحله عاديه الى القى الاحتضان، القى واحد المحيط فيه اساتذه، معلمين، مدررين، موجهين، كيشعر بانه محمي، ان عنده عنايه ورعايه. لكن الانسان اذا كان في واحد المحيط ربما ناس لا يدركون هذه الاشياء، كيبقى كيعوم بحره كيف كنقولوا بالدارجه، كيبقى يعتمد على قدراته ومداركه ونفسه، يقدر يوصل، يقدر يتعب. النموذج ديال داليا من صفرو هي كتعب الان، هي ما لقاش الموجه ديالها. ما الذي اصابها؟ اصابها ما يسمى بالوسواس، والوسواس عندنا جميعا، كل الناس عندهم وسواس، لكن وسواس عادي، اما اذا زاد عن حده كيتسمى وسواس قهري، وهو الذي تكلم عنه كتاب الله عز وجل حينما قال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسواس، إنه مخلوق. دابا بنتي داليا أشوق عليك الآن، ببساطة الوسواس القهري هو مخلوق، هو مخلوق من المخلوقات الغريبة، بحال حنا كنقولوا لفيروس الآن الكورونا أو غيرها، فيروس كيدخل الجسم ديالنا ويعبث به وكيخرب الخلايا والأنسجة وكيدمر ويرفع الحرارة ويقتل الإنسان، هذا غير فيروس. فما ظنك بالوسواس اللي هو قهري مخلوق يدخل عندنا. المسألة بنتي داليا بسيطة وفي منتهى البساطة، الإنسان هو قد يتعرض لهذا الوسواس الخناس، العلاج دياله لا يحتاج إلى جلسات طويلة وإلى أدوية كثيرة، لا يحتاج. أنا أقول هذا الكلام وأعتبره علمي، لأنه بالتجربة الكثيرة والمتعددة مع خلق عظيم، يعني لا أقول مجرد كلام هكذا. العلاج بسيط،
والعلاج فعال. القضية كلها هو كيف يقول العلماء ريغلاج، الرجل الموجة ديالي. الفكر ديالنا راه بحال الراديو، فيه مجموعة موجات وفيه دبدبات. كتلقى إنسان عنده تشتت، غنريقل الموجة ديالي على مدى على واحد النقطة محددة. النقطة ديالنا دائما هي فرحنا بالله. في العقيدة الإسلامية عندنا ما يسمى فرحنا بالله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أنا كل صباح لما أستيقظ غنشوف الأخبار، غادي نلقى بأن هناك غلاء الأسعار، غادي نلقى أن هناك تجمعات تاع البشر عندهم تمرد وعندهم استياء، غنسمع بأن هناك حرارة مفرطة في واحد الجوانب من البلاد أدت للإحتراق، غنسمع بأن هناك إنذار، جلس الإنذار بأن الجفاف قادم، غنسمع بأن الحياة في، لا يهمني كل هذا، هذا كله لا يهمني. لما أستيقظ أقول فرحنا بالله، فرحنا بالله. أنا فرح مسرور لأن لي رب اسمه الكريم، رب اسمه الرحيم. لا يهمني غلاء الأسعار ولا يهمني الاحتراقات ولا الجفاف. أعلم بأن الله تعالى لطيف بالعباد، أعلم بأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، أعلم بأن الله تعالى هو الذي يحفظني وهو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هذه العقيدة، أنك تعتقد بوجود الله. الناس اللي كيشعروا بانهم في ضياع، وكيشعروا بانهم في وضعيه ديال الصراع، وكيشوفوا المستقبل كله مهدد، اقول لهم مشكلتكم ايها الناس ليس مع الواقع. احنا تكلمنا من قبل في العرض الاول ديال الساعه الاولى عن حقيقه النجوم واسرار الكون، لنؤكد بان نحن في كوكب ارضي راه عباره عن ذره. احنا في كوكب ارضي راه غير ذره رمل امام الكون الفسيح العظيم. وهذا الكون الفسيح العظيم راه كله في يد الله، يعني ان الله تعالى قد يدفعه باصبع هذا الكون العظيم. لك أن تتخيل عظمة الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى، ارتبط به. لأن المشكل هو أن الناس وخاك يصليوا وخاك يقرأ القرآن كيقول ربي عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. عظمة الخالق، لماذا أنا أخاف ولماذا أنا أخشى على وأقلق على الرزق؟ الرزق موجود. إياكم أن تعتقدوا بأن العالم مقبل على 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 حافة الإفلاس، أبدا. الرزق موجود وكثير عند الرحمن، وفي السماء رزقكم وما توعدون. عندكم الظن بأن غيجي الجفاف ويقتل البشرية، لا، ربي عز وجل كيرسل لنا ذوك غير آيات. لما أسمع وزير الماء كيتكلم بأن البلاد مهددة بالجفاف، لما أسمع خبراء دوليين كيقولوا العالم يحترق، هذيك مجرد هذيك مجموعة رسائل كيوضعها الله عز وجل كيتسمى عند أهل الإيمان تنبيه الغافلين، تنبيه الغافلين. كما نسمع الأذان الله أكبر حي على الصلاة حي الفلاح، الأذان يسمى تنبيه الغافلين من المؤمنين، يقول لهم استعدوا للصلاة. أما هذه الآيات العظمى فهي تنبيه للغافلين من غير المؤمنين. دليا الحياة لا تستحق منا هذا القلق وهذا الحزن. ما هي الحياة؟ لا شيء. الدنيا كلها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. أول شيء بنتي دليا، لا تعظمي الدنيا في قلبك. الدنيا ما تعطيش قيمة كبيرة، ما تعطيش واحد الحجم عظيم، لأن لا تسوي عند الله جناح بعوضة. منذ أن خلق الله الدنيا نظر إليها نظرة واحدة ثم أدار وجهه عنها. فلهذا المؤمنون باش كيتعرفوا بأنهم عندهم واحد الأرياحية وديما ضحك وديما فرحان، لأنه لا يعظم الدنيا. اللي جات مرحبا بها، واللي مشات ربي غادي يعوض حسن منها. الأمر الثاني دليا، وهو أن عندنا الثقة في الله. الثقة لابد أن تكون عنصر ثقة في الله. لماذا لما علمنا سيدنا النبي لما نستيقظ صباحا نقول الدعاء المأثور رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا، كنقول ثلاث مرات. هذا غيعطينا الرضا، أنا راضي الحمد لله اللي سولني لي قليل. دابا الآن كتب لي تقرير عن الوضعية العامة في المغرب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، كتب لي تقرير عن الوضعية العامة في العالم
أكيد أن التقرير ديالي غادي يكون إيجابي جدا. غنقول بأن الحمد لله العالم بخير والبلاد بخير وكل شيء على أحسن ما يرام. غادي يقول لي البعض وهذه الأزمات وهذه غلاء الأسعار وهذه الجائحة ديال الكورونا وهذه المحاكم ممتلئة بالصراعات بين الناس، أقول ذلك مؤشر على أن الله تعالى يحذرنا وينبهنا، وممكن كل هذه الأزمات تنتهي في لحظة إذا رجعنا إلى الله وإذا تبنا إلى الله وإذا استغفرنا الله وتعلقنا بالله وكان عندنا حسن الثقة بالله. هادشي كله غادي يزول لأن الله تعالى كريم. راه كاين الناس الآن كيشتكيو بأن كاين أزمة، وكاين فئات أخرى أعرفهم ما عندهم لا أزمة لا والو، ما كيشعروا لا بغلاء الأسعار، ما كيشغلوا لا ما خايفين من جائحة الكورونا، ما خايفين من الموت، ما خايفين من بعبع، لأنهم يتمسكون بالعروة الوثقى مع الله. راه واكل غير الخبز واتاي وفرحان، وكتلقى الحمد لله مؤمن اللي كيهمو الصلاة في وقتها وأنه يثق في الله، والوقت اللي يشعر بأن عنده القلق والتوتر واليأس والقنوط كيعرف بأنه إيمانه عليه أن يراجعه. راجع إيمانك، تراجع الإيمان وربي عز وجل سوف يفيض عليك من الأرزاق. بنتي داليا، أنت بقى شابة صغيرة، احرصي على أنك تكون عندك صديقات طيبات، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه، إياك والعزلة، لأن العزلة الإنسان كيبقى إيزولي، كيبقى بعيد عن الآخرين، أش كيوقع عليه؟ كيجي الوسواس. اللي عنده الوسواس راه أول حاجة خصو يعالجها ما يبقاش بوحده، حتى لبقيتي بوحدك يهجم عليك. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لهذا الشباب خصهم يكون دائما مقبلين على الحياة، يمشي للعمل الجمعوي، يمشي لواحد النادي نسوي، الشباب يمشيوا يلعبوا كرة القدم، يلعبوا الرياضات، يديروا رحلات سياحية، خرج للحياة، عيش الحياة، عيش أيامك، عيش شبابك، عيش المتعة، لأن ربي عز وجل خلق ذلك طبعا في إطار الحلال وبعيد عن الحرام، لأن الحلال واسعة واسعة، الدائرة ديال الحلال واسعة جدا. أسأل الله تعالى للا داليا أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. داليا، كل صباح إذا استيقظت عليك بهذه الأذكار. أولا غير تفيقي في الصباح غتقولي الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، نقول ثلاث مرات، وبعد ذلك نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. هذه دي كومبريمي مضادة للوسوسة، مضادة للقلق، مضادة لليأس. هذه الأذكار أذكار ربانية. ثم كذلك غنقول بيقين وكنخاطب ربي عز وجل كأنه قريب مني يسمعني، كأن ليس في الوجود إلا أنا والله، هكذا أتخيل، ليس في الوجود سوى هذا العبد الضعيف والله تعالى معي. ثم إذا شعرت بالشدة غنقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثلاث مرات. ومن بعد غنقول الدعاء المأثور، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقضي لأمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه كلها أدعية نبوية شريفة لك، يقولها دائما كيشعر بقوة معنوية وكيشعر بأن ستار الحياة يزول وكيبلي الحياة جميلة بألوانها المشرقة. ثم كنكثر من التسبيح والاستغفار لأن كلهم هم عبارة عن مقويات دي كومبريمي ديال القوة، ونعيش الحياة ديالي، نعيش الحياة لأن الحياة خلقنا الله لها لكي نعيشها طولا وعرضا. الموت راه غيجي وقته، والياس راه كيؤدي الى الفناء العاجل. اسال الله تعالى بنتي داليا ان يشافيك ويعافيك. اقرأي سورة الضحى واقرأي سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كل هذه الأشياء أتعطيك قوة روحية، وهذه القوة الروحية تخليك تشعري بالانسجام الداخلي وبأنك الحمد لله فرحة مسرورة. ثم إن الحظ السعيد يبتسم إليك، وتلقي بأن الله تعالى يتجلى عليك بالمعرفة بالإيمان بالكرم بالرزق بالقوة وبكل ما تتمنين. اللهم يا رب يا ودود يا رحيم، اللهم هذه البنية الصغيرة المتعبة، اللهم خذ بيدها وخذ بناصيتها إلى البر والتقوى، اللهم أسعد قلبها، اللهم باعد بينها وبين الوسواس القهري كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقها منه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغرس في قلبها الفرح والسرور. يا رب كل من قال آمين وارزقه مثل ذلك وزيادة، قولوا جميعا آمين.
آمين آمين يا ربي يا كريم. نواصل أيها الأحباب الكرام، واللحظة نتحول إلى إقليم تارودانت مع للا حكيمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو ألو بنتي، حياك الله. ألو بنتي حكيمة، ألو كوش بخير؟ لا بس بنتي الله يطول عمرك. كان يردك الدعم هيا. أنا خرجت من القرية شي مشاكل وليتك الدالية مع بابا يهدي الله يردني قريتي. لا إله إلا الله. حكيمة بنتي شحال العمر ديالك دابا الآن؟ هاجي درك عمي 3 سنين. 3 سنين باش خرجتي من الدراسة؟ الله يرحم كاع الوالدين عمي، كل مسلم ومسلمة كيسمعوا يقولوا أمي بغيت يردني قرايتي، بغيت نرجع. خرجت غير على قد شي مشاكل عقلية. إن شاء الله بنتي، بإذن الله بإذن الله بنتي حكيمة بإذن الله. الله يطول عمرك ويحفظك ويرعاك إن شاء الله. غادي نسولك عمي. إيه انا عندي 16 عام وصمت هذاك عرفه ديال الحجاج والعرفه ديال المهم ديالنا حنايا نهار السبت. وجدتي كانت ناويه تصوم ولكن ما قدرتش على حسب الحراره، كانت مصطفه هذاك النواش عندها شي اجر. ايوا واخا بنتي باذن الله باذن الله بنتي يا ربي يا كريم باذن الله. الله يطول عمرك. شكرا لك لاله حكيمه، شكرا لك بنتي. وحكيمه هي اثارت واحد المشكل اللي هو يؤرق الكثير من المواطنين، وهو تمدرس الفتيات خصوصا في العالم القروي وفي المدن الصغرى. التمدرس ايها الاحباب الكرام هذا راه واجب من الواجبات، هذا ليس امتياز ولا حظوه، هذا واجب. القران العظيم اول ما نزل فيه من كتابه العزيز هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ربنا طلبنا بالقراءة وطلبنا بأدوات القراءة، نون والقلم وما يسطرون. القراءة هي ضرورية، وأول ما فعله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ندب الرجال أن يتعلموا وحتى النساء. البعض يظن بأن احتل بعد الاستقلال ديال المغرب عاد ولات النساء كيقراو مع فلانة وعلانة، واحد المجموعة ديال الرموز ديال النسائية، كيظنوا يالله المرأة يعني بعد نيل الاستقلال في مغربنا العزيز، ثم جاءت حركة الرواد وحركة التجديد والإصلاح، وبدأت النساء كيقراو في المدارس وفي المعاهد. هذا كلام ليس حقيقي. المرأة بدأت في عهد الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الرجال أن يقرأوا ويأمر النساء أن يقرأن، وكان يقول عن أمنا عائشة رضي الله عنها كيقول خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة. أمنا عائشة رضي الله عنها لماذا تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي صغيرة السن. علاش؟ لأن كان واحد المهمة، كان حفظ السنة النبوية الشريفة باش نعرفوها في الحياة الشخصية ديال النبي الكريم في بيته، لازم أن يكون معه أحد. فالنساء اللي تزوج بهم النبي كبيرة السن، والكبير لا يحفظ، وأمنا عائشة كانت صغيرة فكانت كتحفظ. وقال لما أراد أن يتوفى خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها صغيرة السن، وعلمها القراءة وعلمها الكتابة وعلمها الحفظ وعلمها التحليل وعلمها العرض. فكان الصحابة الكبار يأتون إليها يستفتونها، فصارت مفتية وصارت قارئة. ومن يرى الكتب ديال السنة غادي يلقى معارضات وغادي يلقى حوارات كبيرة بين أمنا عائشة، وهي لازالت شابة، مع كبار الصحابة اللي كانوا في القضاء واللي كانوا في تدبير الشأن العام، كانت عندها آراء حتى في قضايا الحرب والسم. كانت أمنا عائشة، وخصوصا في الأمور المتعلقة بحياة النبي، في نومه، في أداب الفراش، في أداب الجماع، في دخول الخلاء، الأمور البسيطة جدا، أداب الطعام، أداب الشراب، تدبير شؤون البيت، كلها هي التي روتها لنا. بمعنى أن هناك ولله الحمد والمنة العلم هو ينبغي أن يكون دوما وأبدا. فنحن نسمع هذه الفتاة حكيمة وكأن تصرخ والدها منعها من الدراسة. إذا كان في الاستماع أقول له سيدي الفاضل
سيدي الفاضل، الدولة المغربية تقوم بمجهود كبير لتعليم الفتيات خصوصا في العالم القروي والمدن الصغيرة، وتقدم لهم الدعم المادي، وتجعل هناك أساتذة ومرشدين ووسطاء لكي يتم الاعتناء بهذه الوليدات والبنيات. لا تحرم ابنتك من الدراسة، البنت راه عندها قريحة، هذا يدل على أن عندها رغبة، لا تقمع رغبتها، لا تطمس عند حريق قريحتها، ادفعها للدراسة. بقى صغيرة 16 عام غتمشي عند المدير ديال المدرسة، راه غادي يقدم لها جميع التسهيلات، رغم أنها انقطعت 3 سنوات عن الدراسة غترجع وغتقرأ إن شاء الله، ولعل ربي عز وجل يجعل فيها الخير. راه شحال من واحد انقطع على الدراسة ثم رجع لها مرة ثانية ومشى بواحد السرعة فائقة وحصل على شهادة علمية رائدة، وصار الآن من كبار رجالات الدولة. من يدري، قد تصير هذه الفتاة مهندسة أو طبيبة أو تصير أستاذة، وقد تصير برلمانية وتصير وزيرة، ومن يدري. دعها تعلم ودعها تتعلم، كيقول لك لسي باسي لسي فير، دعه يعمل دعه يسير. بنتي حكيمة، الجواب عن السؤال ديال جدتك في عرفة، هذا العام الحج كان محظوظا، حجاج السنة كانوا محظوظين لأن الوقفة ديال عرفة والحج عرفة كما قال النبي الكريم، وافق عرف الجمعة فكان عيدان. هذا الحجاج هذه السنة كانوا محظوظين جدا، لأن سيدنا النبي لما حج حجة الوداع، حجة واحدة حجها تسمى الوداع، وافقت يوم الجمعة، حتى إن حبرا من أحبار بني إسرائيل لما سمع سيدنا ابن عباس يتلو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال هذا الحبر من اليهود لعبد ابن عباس هذه الآية، نحن معشر اليهود لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، كان صرعتنا عيد من الأعياد. فقال ابن عباس أي نعم، لقد وافقت عيدان، يوم عرفة وافق يوم جمعة. فالناس احتاروا، قالوا واش غنصوموا مع السعودية ولا غنصوموا مع المغرب، احنا في هذه الحالة كنصوموا مع الحدث، الحدث هو صعود الحجاج إلى صعيد عرفة، فكان المفروض أن الناس يصوموا الجمعة، لكن صيام الجمعة منفردا مكروه، فلهذا ينبغي أن نصوم يوما قبله ويوما بعده، وكان الأفضل أن الإنسان يصوم الجمعة والسبت. كتقول الحكيمة بأن جدتها تنوي الصيام لكن مع الحرارة المفرطة ما استطاعت، لها الأجر والتواب. عندنا قاعدة كبيرة في الشريعة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمادم هي نوت الصيام ولم تستطع يكتب لها الله الأجر والتواب كاملا. أسأل الله الواحد الأحد بنتي حكيمة أن يتولاك بالعناية والرعاية، ويعين والدك على تسجيلك من جديد في المدرسة السنة المقبلة، وأن يوفقك للخير والبركة. اللهم أمين، اللهم أمين. أحبابنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم، ويسعدنا أيضا أن نجيب عن أسئلتكم الفقهية، خصوصا وأن برنامجنا هذا برنامج الدين والحياة، نريد أن نتعرف عن أحكام الدين ونربطها بشؤون الحياة. اللحظة نتحول إلى إقليم طنجة، معنا للا أسماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هاني قريبان، كيف تينا؟ مزيان الحمد لله بنتي أسماء، الله يطول عمرك للا. عمي قريبان، عيت لك أنا باش تدعي لي مع أختي. إيه للا، توفت دابا هادي اليوم عندها 17 يوم، توفت الأربعاء ودفنها الخامس. إن لله وإن إليه راجعون. ليلة عرفة دفنها ليلة لا عرفة. إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعمي قريبان أنا ما كنقدر، ما قدرت ينفها حيتاش أختي وحدة اللي عندي، ما قدرت ينفها، وكانت مريضة بسرطان، بقيت قبلها عام ونص، عام ونص. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تعملت لاباس وصححات وما بقى فيها والو، كانت ما كتاكل شي رجعت كتاكل، ودابا ملي ماتت ما عرفتي.
بقيتي كنعرف واش انا عايشه ولا ما عايشاش. عندي جوج الوليدات. الله يخليهم لك لاله. امين. حول ولا قوه. وكانت فيير بزاف، ما كان دابا ساعه كنشوفها، دابا ساعه قدامي ما كنساهاش، ما قدرتش نساها مر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. لا اله الا الله. لاله اسماء، الله يفرج عليكم يا بنتي، الله يرزقك الصبر، صبر الانبياء وصبر المرسلين وصبر ايوب عليه السلام. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شكرا لك اسماء بنتي، شكرا لك، لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك انك ذكرتنا بهذه من لذات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكثر الأزمات ولما تكثر الكروب والشدائد كان ينادي في الصحابة ويقول: تذكروا هادم اللذات، تذكروا هادم اللذات. يعني الموت قد يأتي في أي لحظة. لالا أسماء، هذه هي مشيئة الله، مشيئة الله أن الله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. البقاء لله، ونحن كلنا مودعون وكل واحد الساعة ديالو. لعل أختك ربي عز وجل بغى لها الخير، كما ذكرت بأنها سنة ونصف وهي تعاني من السرطان. هذا المرض الذي يصيب به الله العباد راه خير كله. احنا كنظنوه كبشر كنظنوه شر، أنه مرض في أوجاع، في أسقام، في آلام، وفي أدوية وفحوصات طبية، وفيه نفقات مالية، وفي واحد المتاعب هكذا يبدو لنا. لكنه بالنسبة للخالق عز وجل جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى لا يبقى عليه ذنب، يلقى الله وما عليه ذنب. وما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا كرب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله من خطاياه. الله سبحانه وتعالى ملك يحب واحد العبد مؤمن، يقدر يكون عنده دون في الدنيا ذنوب، فكيعطيه الأمراض والأسقام. لماذا الأسقام والأمراض؟ إنها مكفرات للسيئات، إنها تنقينا من الذنوب حتى يلقى الله وما عليه ذنب. وقد يكون الإنسان المؤمن ما عنده ذنوب، كان عنده المطهر دائما كيصلي وكيستغفر الله تعالى، وعنده غير الصغائر قليلة والاستغفار كيمحوها. ولماذا ربنا سلط عليه الذنوب الكثيرة؟ الصواب والجواب هو أن الله أعد له مقاما عليا في الجنة. هناك الجنة فيها مقامات، هناك مقامات نصلها بالصلاة، ومقامات نصلها بالصيام، ومقامات نصلها بالصدقة، ومقامات نصلها بالحج والعمرة، ومقامات نصلها بالجهاد، ومقامات نصلها ببر الوالدين، ومقامات نصلها بالإحسان إلى الخلق. مقامات كثيرة، لكن هناك مقام في الأعلى، في الأعلى، أعلى 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 المقامات، هذا لا يدخل منه إلا الصابرون. هذا مقام الصبر بوحده، هذا هو الأعلى. فربنا عز وجل قد يبتلينا ببعض الأشياء لنصبر ونحتسب. وهذا المرض إنما يصاب به الإنسان لأن له مقام في الجنة لن يدركه لا بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته، وإنما يدركه بالصبر على هذه الأمراض والأسقام والبلاء. لعل الله تعالى الأسماء ربي بغى الأخت ديالك المقام العالي، أنت حزن عليها الآن، لكن هي الآن أين هي؟ أين هي أختك؟ واش هي في القبر؟ لا، ذلك جثتها في القبر، ولكن روحها صعدت إلى البرزخ، يلبسها الله تعالى لباسا أنيقا، لباسا هلاميا جديدا. وقد استقبلها أهلها، والديها وأجدادها، قالوا: غدا سيقدم علينا وافد جديد. وكيستقبلوا بالفرحة وبالسرور. وملي غتشوف الكتاب ديالها غتلقى بأن كل ذنوبها وخطاياها قد موحيت ببركة ذاك المرض اللي سميته سرطان. ربي عز وجل يغفر لها. يكفي للا أسماء أن من حسن الخاتمة أن الإنسان يموت في الأيام الطيبة. هناك مقامات، أزمنة وأمكنة شريفة إذا صادف الإنسان ومات فيها هذا محظوظ جدا. اللي يدفن ويموت يوم الجمعة أو يوم الاثنين لا يسأل في عدم القبر، اللي يموت في رمضان أو في المناسبة الدينية. أختك ماتت في يوم عظيم، يوم عرفة، اللي هو يوم المرحمة، يوم المرحمة ويوم المغفرة، فهنيئا لها. لعلها الآن
تتنعم في عالم البرزخ وتقول يا رب أقم الساعة لأن ترى مقامها في الجنة. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة ويسكنها فسيح الجنات. وانت لا أسماء لا داعي للحزن، الحزن لن يفيدك ولن يفيدها. الذي فيه الفائدة هي أن تكثر لها من الدعاء بالرحمة والمغفرة وعلو المقامات، وأن تهتم بالأحياء. الأموات إذا صاروا إلى رحمة الله ربنا يتكفل بهم. أنت الآن أسماء عليك أن تهتم بالأحياء. أول الأحياء هو نفسك، اهتم بنفسك بالصلاة والعبادة والعمل الصالح وكوني قوية لكي تقوم بأشغال الحياة. اهتم بزوجك، ما يشوفش دائما حزينة مهمومة لأنه غادي يوقع لي واحد نوع من الاستياء، خصوصك دائما عروسة جميلة مبتهجة. اهتم بأولادك، حرصي على أن في البيت خلقي جو الفرحة والسرور. اهتم بالعائلة جميعا، واللي سولك فينا يختك قولي مختي مشات عند الرحمن، راها الآن تتنعم في عرصات الجنات، وإحنا الآن غادي نعمل الصالحا باش ملي يجي الأجل ديالنا نكونوا إن شاء الله تعالى في مع المؤمن والمؤمنات من الفرقة الناجية. أسأل الله تعالى أن يرزقكم الصبر والسلوان وأن يرحم فقيدتكم ويرحم جميع أمواتنا وأمواتكم. اللهم آمين يا ربي يا كريم. وناخذ أيضا أيها الأحباب مكالمة أخرى من طنجة مع للا ثورية. السلام عليكم عمي قريبان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعدني الحد هدرت معك هذا النهار. الله يحفظك للا ويطول لك العمر. الله يسهل عليك. دعي مع الوالدة مريضة عيانة شوية، ودعي معي أنا. الله يسهل علي يا ربي يا كريم. أنا كنت باقة صغيرة في عمري 7 سنين، وعملت لي مرات خي عملت لي تقف بالمنجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبقى العذاب. أنا عملت 40 سنة وبقى ما سهل شي ربي حبيب، ودابا دعي معي الله يسرك عمي قريبا. يا ربي يا كريم يا بنتي يا ربي يا ربي يا كريم. سمعتك كتهضر مع الناس، بقيت أنا متبعك وبقيت متبعك، ومشيت واحد النهار عند الراقي. أيه؟ واحد النهار عند الراقي، وديك الساعات مني بقى كيقرا عليا وديك شي بحال يعني ديك شي ملي كنجي نعس بحال كيضربني الضو. لا إله إلا الله. بحال كيضربني الضو ديك الساعة عرفت راسي راه فيا المس، يعني عندي المس عندي في الرحم ديالي. لا إله إلا الله. شي عادية فهمت يعني كي ديك شي كيترعش كيترعش. ديك الساعة بقيت متبعة معاه، وديك الساعة واحد طاني المهم ملي زعما البركة وديك شي. وواحد النهار قال لي بنتي، قال لي انت نافك تقف، قال لي قديم ومهم عرف ديك الشيء اللي فيه عرفه. وديك الساعات ملي جات كورونا دابا شي عامين هادي ملي جات كورونا حبست. لا اله الا الله. ومني حبست ديك الساعات ملي بقيت واحد النهار قال لي بنتي انت عاد تبخري بالفاس 7 ايام، وداك المعد اختاس لي به. ومهم عمل هذا ديك الشيء اللي قال لي عملته، وفاش عمي قريبا نعاس حلمت بحال شي جلده كنت لابساها وحيدتها. لا اله الا الله. ايها بنتي. وديك حلمت ديك الطويار مكتف من يده ومن رجله ومعاه الفاس اللي كيحفروا به ديك مشدود بديك السلك ومشدود ديك الطويار من رجله. مكتف مسكين، وجيت انا ديك الطوير بقى فيا ومشيت وحليته. ملي حليته عمي قريبان وحلمت بحال ديك الجلده كنت لابساها وسيبتها صافي. الله الله. ساعات ما وليتش عنده، كان جات كورونا ما رجعتش عنده. دابا قلت ان شاء الله غادي نتبع معاه الا كثر. دابا عمي قريبان دعي معايا بشي صحيحه، والوالده عاود بشي صحيحه جديده، وخوتي يا ربي يا ربي باذن الله. بنتي يا ربي الله يسهل يا ربي لاتوريا. الله يحفظك ويرعاك بنتي. الله يحفظك ويرعاك. نشكرك بنتي. دابا داك الشيء اللي فيا ما كان يعني ما كنخرج، ما كنبغيش نجمع مع الناس، ما يعني ما كيخصني يعني كنخرج كتجيني فحال الضبابه، وما كي يعني الرجال كنهضر معاهم هكذا ما كيوليوش يهضروا معايا حتى في التليفون، ما كي يعني شكل ما انا من بدي ما نقول الله يفرجها علينا وصافي. اللهم امين يا رب. اللهم امين بنتي. اللهم امين. شكرا لك يا بنتي توريه. شكرا لك. الله يحفظك ويرعاك. الله يشافيك. الله يشافيك بنتي توريا. توريا لفتت انتباهنا إلى ما يسمى بالثقاف. وش هذا الثقاف؟ هو فعلا حقيقي موجود أم مجرد خيال؟
قد يكون بعض الناس ربما عندهم غير ربما أوهام الثقاف، ربما الحياة عاجت الحياة أبطأت به فيظن بأنه ثقاف وأنه معمول له عمل، ولكن فعلا كاين ثقاف، كاين فعلا الثقاف وله علامات. العلامات كما قالت ثوري الآن في هذا الرؤى المنامية تشير إلى أنها فعلا كانت مكبلة. الثقاف هو كيدير واحد القيود، القيود في الجهاز التناسلي ديال الرجل أو المرأة، أنه كيوقع عليه واحد نوع من الفتور، أنه لا يشتغل، كيعود معطل، وكيصبح بينه وبين العلاقات الأخرى حجابا مستورة، ما يوصلش للآخرين. هذا هو الثقاف، كيستعملوا للأسف هو نوع من السحر، وهو علم كما قال الله عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويتعلمون، يتعلمون يعني أنه علم له قواعد وله دروس وله فصول. فبعض الناس كيتعلموه في الثقافة الشعبية أو في الثقافة الراقية وكيستعملوه، وفعلا لو قعد ثقاف كيبان لك الرجل طويل المقام وعريض المنكبين وصوته يزلزل وعنده مقام، ولكن مثقف ما عندوش مسكين. الطبيب لن ينفعه، لأن المرض لا يصيب الجسد وإنما يصيب الروح. المرض إذا كان يصيب الجسد ينفعه الطبيب بالأشعة والأدوية، ولكن إذا أصابه في الروح فالعلاج يكون عن طريق الذكر وعن طريق القرآن العظيم. العلاج ديال الثقاف هو طرق متعددة، ولكن من بينها كما ذكر العلماء والخبراء القرآن فيه شفاء. هناك آيات خاصة بالثقاف لأنه هو في قفل، إما كيديروا واحد القفل وكيترمى في روضة منسية أو في أعماق بحر أو بئر عميق أو غير ذلك. فذاك القفل كيتحل، باش كيتحل كنقرأ سورة قاف، سورة قاف للثورية، تقري سورة قاف إلى الآية 11 من أولها إلى الآية 11 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا، ونزلنا من السماء ماء مباركا، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، وأحيينا به بلدة ميتا، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذه الآيات 11 من سورة قاف فيها معنى الحياة، يقول الله عز وجل: وأحيينا به بلدة ميتة. ذاك اللي عنده الثقاف كان عنده الجهاز التناسلي ديالو وكأنه معطل وكأنه ميت، ربنا يحييه من جديد. وفيها آيات كلها تدل على أن الله عز وجل ينشر الحياة من جديد، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ربي كيفتح الأبواب وكيخلي العلاقة العاطفية تعود طبيعية ومباركة. ثم كنزيدوا عليها للثورية سورة ثانية نقروها، سورة قاف نقرها ثلاث مرات، هذا المقطع دي 11 آية ثلاث مرات إلى سبع مرات كتفسخ هذاك السحر. ثم كنقروا سورة الفتح، نقرأ الآية الأولى من سورة الفتح، بها ربي كيفتح لك الأبواب المغلقة، دوك الأبواب اللي كانت مغلوقة ومسدودة كله كيفتحها مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذه الآيات الخمس نقرأها من سورة الفتح ونكررها مرة ثلاث مرات سبع مرات وتلقي بأن القفول والسحر كيتبطل والقفل كيتحل والفتح الرباني كيفتح لك الله الأبواب المغلقة. القرآن الكريم هو نور وهداية وفي أحكام شرعية وأخبار للمتقدمين وأنباء بالمستقبل وفيه أيضا شفاء من الأمراض والأسقام وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. فربي عز وجل غادي يشافيك مولانا، راه الشفاء اللاثورية راه بدا عندك، هذيك الرؤية المنامية ذاك العصفور اللي كان مقيد واللي كذا هذيك علامة على أنك شفيتي. دابا الآن خصك الفتح الرباني، خصك تلاقي مع الشخص الآخر. يعني بعد 40 سنة الإنسان كيلقى صعوبة في إيجاد نصفه الآخر، باش غادي يجي عندك بنتي؟ غادي يجي عندك بالإكثار من الصلاة على النبي الكريم، أتصلي على النبي الكريم كثيرا. الصلاة على النبي مفتاح للفرج، الصلاة على النبي فيها نور وفيها ضياء وفيها بركة. وربنا سبحانه وتعالى ينجيك من كل داء وسقم، فإن شاء الله تعالى ربي عز وجل يشافيك ويعافيك بالإكثار من الصلاة على النبي، والله عز وجل يعطيك البركة والتيسير. فغنقول لكل الحاضرين هيا بنا جميعا نصلي على النبي، نصلي على النبي. الصلاة على رسول الله رها سر من أسرار الوجود. الأشياء اللي كتبان لك هي بعيدة أو كتبان لك هي مستحيلة أو كتبان لك هي علميا وعقليا وممنوعة، ربنا يعطيها لك، يعطيها لك فضلا منه وإكراما. والأشياء التي غابت عنك الله عز وجل يفتح فيها الأبواب المغلقة. اللهم يا ربي يا كريم ببركة الصلاة على النبي المختار، اللهم إنا نسألك أن ترزق أختنا ثوريا البركة والتيسير، وترزقها يا رحمن يا رحيم الصحة والعافية وتمام العافية، وتختار لها الزوج الصالح وترزقها الذرية الطيبة في القريب العاجل. وندير واحد دعوة جماعية لكل فتياتنا ولكل بناتنا ولكل شبابنا ولكل الرجال أيضا ولكل خلق الله اللي عنده مد الموانع واللي عنده مد العكوسات، كلها تزول بأمر الله. اللهم يا ربي ببركة الصلاة على مولانا رسول الله أزل عنهم جميعا الموانع وأزل عنهم جميعا العكوسات، وارزقهم يا ربي الأزواج الصالحين والزوجات الصالحات. يا رحمن يا رحيم عجيب الفرج، يا من قلت وقولك الحق، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا رب نحن في هذا الصيف وهذا العطل والناس يحتاجون للفرحة ويحتاجون للسرور، اللهم يا ربي آنس وحشة الجميع، كل من كان وحيد بغير أنيس اللهم ارزقه الأنيس واجعله يتزوج به على سنة الله ورسوله، وارزقهم يا رب المدد، ارزقهم القوة والبركة والتيسير، واملأ حياتنا بالأفراح واملأ حياتنا بالأعراس، واجعلها أعراس على كتاب الله وسنة نبيه المصطفى، واجعل الخير يفيض علينا، واصرف عنا البلاء، اللهم اصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، اللهم واصرف عنا العكوسات، واصرف عنا الأوبئة، واصرف عنا يا ربي المكروهات، وارزقنا الخير والبركة بالصلاة
على مولانا رسول الله. أحبابنا الكرام جميعا نصلي على النبي المختار ليدخل الله في قلوبنا الفرحة والسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نصلي على رسول الله ثم نعود لنرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل أن يقضي حوائجنا وأن يرفع مقامنا ويحقق رجاءنا، إنه سميع قريب مجيب. صلوا على رسول الله. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا سميع الدعاء، يا قاضي الحاجات، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العابدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحامدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المتقين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الراكعين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الساجدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الذاكرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاكرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. يا رب صل على سيدنا محمد إمام الخير وقائد الخير والرحمة المهداة إلى عبادك المؤمنين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد الحبيب البشير الشفيع النذير، اللهم صل عليه صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل على جسده في الأجساد، وصل على قبره في القبور، وصل على موقفه في المواقف، وصل على مشهده في المشاهد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء، واعطه يا مولانا الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها، وصل عليه عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها، وصل عليه عدد النجوم في السماء فكنك أحصيتها، وصل عليه عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها، وصل عليه عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك يا رب العالمين. صل عليه صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لا انقضاء لها ولا انصرام. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، نسألك اللهم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله أن تزيل عنا الهموم وتزيل عنا الغموم وتزيل عنا الأحزان والمخاوف والأوهام. اللهم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله اشفنا من جميع الأمراض والأسقام والآلام. اللهم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله احرسنا بعينك في اليقظة والمنام. اللهم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله اغفر لنا جميع الذنوب والآثام. اللهم يا رب استرنا بسترك. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة كل من عنده حاجة في قلبه أو ضميره أو نفسه أنت أعلم بها، يا رب عجل لنا بالفرج، يا رب عجل لنا بالفرج، يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى من الخيرات، يا ربي يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. يا ربي إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فقدها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم، واجعل آخر أنفاسنا من الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. آمين آمين. سبحان ربي
ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.